السلام عليكم. تم مؤخرا تدشين مركن للسيارات بسطيف وسط مدينة سطيف، وهذا المركن تاع السيارات باركينج، يعني فيه مركز تجاري كبير، وفيه ويتكون المركن تاع السيارات هذا بأربع طوابق، ويلفد يتسع ل 1000 سيارة. وهذا شيء جميل، إضافة نوعية وإضافة يعني من ناحية الخدمات للمدينة تاع سطيف، حيث أن المدينة كانت تفتقر للأماكن تاع ركن السيارات. وهذا شيء جميل، خاصة وأنه هذا المركن تاع السيارات فيه مركز تجاري يعتبر حجم متوسط، مش كبير كتير، لكن ما يمد خدمات بالنسبة للمستعملين تاع المركن هذا. وأترككم مع هذا الفيديو، والسلام عليكم.